أهلا بكم وتغطية خاصة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي بالصين، واللي شارك فيها بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس على هامش تواجده في جمهورية المجر الشقيقة للمشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد مع مصر. كلمة السيد الرئيس بقمة التنوع البيولوجي في الصين تناول خلالها جهود مصر المبذولة خلال فترة رئاستها المؤتمر وما حققته من إنجازات ملموسة خلال آخر عامين من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية أيضا، وذلك في ظل ظروف صعبة بيعيشها دول العالم بسبب جائحة كورونا الوبائية. في بداية الكلمة أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على حرصها على عقد هذه الدورة من المؤتمر رغم كل التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على أثر تداعيات جائحة كورونا. وقال الرئيس إن العالم بيعيش اليوم مرحلة دقيقة تتطلب بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسامة اللي زادت من حدتها جائحة كورونا في وقت لا يزال فيها التعامل جاريا مع أثارها السلبية على مختلف المستويات. وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته إلى أن تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات دق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة، والذي أصبح ينذر بكارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم أجمع من جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكبر استدامة وأكثر وعياً بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة الأنظمة الحيوية لمستقبلنا على هذا الكوكب. وأكد الرئيس أن مصر عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ في عام 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ. وأيضا أضاف الرئيس أن مصر استطاعت خلال رئاستها للمؤتمر رغم التحديات التي مثلتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تنفيذا فعالا لتلك الأهداف يعوض ما لم يتم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية. وأيضاً أكد الرئيس أن مصر سارعت في عام 2018 لطرح مبادرة طموحة بين مختلف جوانب العمل البيئي لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضي، إيماناً منها بما لهذه الجهود مجتمعة من أثر إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيقه التنمية الاقتصادية الشاملة. وقال إن مصر تشرف بتسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وأنها واثقة من قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم الذي تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية على كوكبنا. وأعرب أيضا الرئيس عن تطلعه نحو مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق هذا الهدف، متمنيا للجانب الصيني النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة. وإلى هنا انتهت تغطيتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.